الجهوية التي جسدها اليوم من داخل مدينة وجدة. نحيي التضامن المبدئي والدائم من طرف رفاقنا في الاتحاد المغربي للشغل. في البداية نقول أن ما تعرضت له الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع وجدة في الشكل النضالي الذي كان من داخل ولاية الجهة الشرقية لفضح والي الجهة الشرقية المسؤول الأول على معضلة البطالة، كذلك لفضح كل المسؤولين الجهويين، لا سواء رئيس بلدية وجدة لا سواء رئيس الجهة الشرقية. أنما وقع من داخل الولاية من قمع وضرب وشد وسب الذي تعرض له المناضلون ديال الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب لن يدنينا ولن يرجعنا إلى الوراء، لن يدنينا عن مواصلة دب النضال من أجل المطالبة بالحق في الشغل والتنظيم على الصعيد الوطني. نعي جيدا أننا مقبلون على خطوات أخرى تصعيدية للجمعية الوطنية، كذلك على خطوات نضالية تصعيدية أخرى مع كافة الحركات الاحتجاجية من داخل مدينة وجدة. ندرك جيدا كذلك أن خطوات قليلة بيننا وبين الاعتقال السياسي أو الاستشهاد السياسي من داخل المدينة، ولكن رغم ذلك سنواصل درب الشهداء على درب الحمساوي، على درب النجية، على درب كل من ضحى بالغالي والنفيس من داخل هذا الوطن. نحييكم عاليا، نقول لكم أننا متواجدون في كافة الاحتجاجات الوطنية كجمعية وطنية لعمل الشهادات المعطلين على الصعيد الوطني، وكذلك كفرع محلي من داخل مدينة وجدة. تحية النضال والصمود، وعاش كل الشهداء والمعتقلين السياسيين.